ازيكم؟ عاملين ايه؟ يمكن فعلا الجمله الاخيره دي مهمه، وانا بتناقش مع زملائي دينا ومحمد فكره انه تستقر الامور. خلي بالك انه الاحتلال قد يكون ظنه ان استقرار الامور هو عوده الامور الى ما كانت عليه في السابق، فلنفترض من سنه او سنه ونص. المساله مش كده. استقرار الامور كان واضح جدا، يعني في مسارات السياسة المصرية، مسار الرئيس، خطابات الرئيس، الخارجية المصرية، كافة مؤسسات الدولة، استقرار يساوي حل سياسي نهائي وعادل، العودة إلى ما قبل 4 يونيو 1967، دي حدود الدولة الفلسطينية والعاصمة هي القدس الشرقية. طيب، في نفس السياق ده أقدر أقول لك أنه الرئيس السيسي النهاردة استقبل أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. طبعا تم خلال هذا اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، زيادة التبادل التجاري ما بين البلدين، التأكيد على أهمية تعزيز العمل الجاري لدعم الإنتاج الغذائي والتعاون الصناعي المشترك، و تم استغلال أو فضلا عن استغلال الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة. فيما يتعلق بقى بالأوضاع الدولية والإقليمية، عشان كنت بقولك في نفس السياق، اللقاء بالطبيعة تطرق للتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني، وتم التوافق على الخطورة البالغة للموقف الراهن وأهمية العمل على وقف التصعيد وتحقيق التهدئة ما بين الطرفين. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء كان واضحا جدا في أن مصر بتبذل كافة المساعي وبتكثف كل الاتصالات لاحتواء الموقف منعا لتفاقمه، وشدد على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة. فخامة الرئيس حذر أيضا من الوقائع العواقب الخطيرة أمنيا وإنسانيا لهذا النزاع الجاري الآن، وأن هناك أهمية قصوى للدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والجلوس على مائدة المفاوضات. وعليه كل اللي نقدر نقوله في حاجة زي كده. يا جماعة، يمكن أنا قلت الكلام ده امبارح، هناك مقاربة مصرية وتصور مصري واقعي لكل الأمر من قبل اندلاع الحرب الحالية وقبل طوفان الأقصى وما إلى ذلك. المقاربة قائمة على تفعيل المقررات بتاعة الأمم المتحدة، تفعيل مقررات الشرعية الدولية، تفعيل القانون الدولي لو صح الكلام، تفعيل كل القرارات. أنا مش بكلمك على اتفاق أوسلو، لأنه اتفاق أوسلو ذهب إلى حيثما ذهب. للأسف الشديد تم إشعال الموقف وحرق اتفاق أوسلو الحقيقة من جانب الاحتلال الإسرائيلي من زمان، ودي عطرابيين كما يحب بعض السياسيين والمحللين، أو كما استخدم هذا المصطلح بعض كبار السياسيين والمحللين، ودي عطرابيين للأسف الشديد تم تسييلها ثم تم صرفها بالكامل، ما بقتش موجودة. ودي عطرابين هنا هي اتفاق أوسلو، الوصول للحل النهائي والعادل. الحل النهائي والعادل مصر واضحة فيه، احنا بنتكلم على أراضي فلسطينية هي حدود هذه الدولة قبل 4 يونيو، يعني أنه القدس الشرقية هتبقى عاصمة فلسطين. إذن عند الجلوس على مائدة المفاوضات هو ده الأساس، مفيش تراجع عنه. احنا مش بنتكلم على انه اعلى اسقف الطموحات، ده الواقع، الواقع اللي مفيش منه مهرب على الاطلاق، واقع مفيش منه مهرب. عشان تستقر هذه الاراضي هو حل الدولتين. ان استقرت اقدر اقول لك انه تقريبا 70-80% من مشاكل منطقتنا، المنطقة العربية او الشرق الاوسط هتتحل. ما استقرتش، مفيش حاجة هتتحل. استقرت، اقتصاد المنطقة بالكامل هيتغير، هيتغير للأفضل جدا 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 للكل دون استثناء واحد يذكر، للكل. إذن
خلينا كلنا واحنا بنفكر واحنا بنشاهد هذا المشهد واحنا بنتابعه واحنا بنشوف اللي بيجرى، يبقى حاطين في دماغنا انه لا مهرب ولا داعي للابتعاد عن المقاربة المصرية والحل المصري. فاصل ونكمل الكلام. الأمن القومي العربي هو أمن قومي مصري مما لا شك فيه، مما لا شك فيه، وبالتالي مصر بتبذل كل الجهد الممكن علشان تستقر هذه المنطقة. مصر بتبذل أي جهد ممكن لتصفير مشاكل المنطقة، لتهدئة الأوضاع في المنطقة، فما بالك بالتخوم زي ما بيتقال. احنا بنتكلم هنا على حدودنا، وبالتالي ده متعلق بشكل مباشر كمان بأمننا القومي، متعلق بقضيتنا المركزية، قضية الصراع العربي الفلسطيني في آسف العربي الإسرائيلي في المنطقة. مصر بتبذل جهد مذهل خلال الأيام الماضية، لو صح تعبير تخفيض التصعيد، مش هقولك حتى الوقف الكامل، تخفيض التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخليني هنا أخذ معانا على التليفون معالي السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ إزاي الصحة يا فندم؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ والله الحمد لله. انا بكلمك من مسقط عشان بس يحصل ديلي كده. لا وكمان انا يعني مش هبقى بحاول اطول على حضرتك، لان انا اعلم اكيد موجود في مسقط فاكيد مشغول، فيمكن هسال بسرعه على تقييم حضرتك لهذه الاوضاع وتقييمك للدور المصري في تخفيض هذا التصعيد. والله حضرتك انا يعني النهارده طول النهار كنت بحضر مؤتمر دولي في دول الاتحاد الاوروبي ودول عربية أيضا، والحقيقة الكل متركز بالدور المصري ومنتظره، والكل واثق في أن مصر فعلا يعني عندها القدرة أن هي تتواصل مع الأطراف كلها وتصل إلى يعني وقف التصعيد زي ما حضرتك بتقول، لأنه الوضع أصبح مأساوي والجميع بيتحدث الآن عن بما فيهم دول الاتحاد الاوروبي، بالرغم من المواقف يعني الرسميه مش متعاطفه، لكن الجميع بيتوقف تماما عند فكره هدم المنازل على سكانها بالشكل البشع اللي بيحصل في غزه الان. وبالتالي في يعني نظره تقدير وترقب في نفس الوقت ان مصر تسرع بمحاوله احتواء الموقف باي طريقه، وكل الاخبار اللي بتوصل لنا يعني كانت هنا حقيقه في نفس الاتجاه العالم كله بيترقبه، ولكن واضح انه الطرف الاسرائيلي عنده قدر كبير جدا من الاصرار على الاستمرار في هذه يعني مش هقول لك حرب، الحرب لازم تكون فيها طرفين، لكن ده عمليه قتل متعمد من جانب الاسرائيلي. وطبعا في بعض الأصوات المؤيدة لما يجري بالذات في الدول الغربية، ولكن أقول لك سيادتك النهاردة المجموعات اللي كانت موجودة معنا كلها كان مشاعرها طبعا اتفق تماما على فكرة أن الشعب الفلسطيني الأعزل أصبح ضحية وبيتم يعني ذبحه بأساليب إلى حد كبير جدا تعتبر غير إنسانية. فأعتقد أن مصر تستطيع في الفترة القادمة أن هي تقدم شيء بسرعة. في برضه دول أخرى هتحاول إنها يعني تدخل في إطار محاولة التهدئة أو تخفيض التصعيد، لكن أشوف إن مصر هتكون قادرة على هذا، وأعتقد إنه العالم كله يعني هينظر إلى هذا الدور بقدر كبير جدا من التقدير والاهتمام. هل في شيء من الصورة تحديدا الحقيقية المتعلقة بمعاناة أهالينا في فلسطين أصبحت واضحة ولو شيء ما أمام المجتمع الأوروبي والوسط الدبلوماسي الأوروبي؟ أعتقد أيوة فعلا، يعني في ناس من اللي كانوا معانا النهاردة دبلوماسيين كبار يعني في بلادهم كان بيوصل لهم على الهاتف صور قادمة من غزة على المناظر الموجودة هناك نتيجة هدم المنازل والأطفال اللي يتم يعني قتلهم في هذه الأحداث. في
في تعاطف اؤكد لك هذا، بل بالعكس يمكن في ناس ابتدت يعني تبص على ان موقف حكومتهم الى حد كبير موقف غير انساني ويتعارض مع حتى مبادئ القانون الدولي الانساني. فاعتقد انه الدفع الان في مصلحه طبعا الشعب الفلسطيني، ولكن في النهايه مش هو ده اللي هيحميه، يعني الاقوال او المشاعر اللي هيحميه اجراءات نافذه يتم الالتزام بها وبسرعه لوقف هذا الذبح للشعب. صح، انا بشكرك جدا 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 معالي السفير، كل الشكر معالي السفير محمد العرابي وزير خارجيه مصر الاسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجيه. الكلام ما اقدرش اقول لك مطمئن 100%، وانما انه الكلام فيه شيء من الطمانه زي ما قال معالي السفير العرابي، انه اصبح فيه شيء من الوضوح ولو نوعيا لدى الاوروبيين، لدى بعض الاوساط الدبلوماسيه الاوروبيه رفيعه المستوى، أصبح بيصل إليهم أن الإسرائيليين قتلوا في أيام من قليلة مئات من الأطفال الفلسطينيين، مش مئات من الفلسطينيين، مئات من الأطفال. أصبحت تصل إليهم صور هذه الاعتداءات الغاشمة من الاحتلال وجيش الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين في غزة وعلى قتل أطفال فلسطين. النهارده تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا تاني من أنطونيو غوتريش، ده غير اتصال اول امبارح سكرتير عام الامم المتحده، واللي اعرب عن حرصه على مواصله التشاور مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان مستجدات التصعيد في قطاع غزه والمواجهات العسكريه على حد وصف غوتريش ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيليين. في ضوء تطورات متسارعة بتمثل تهديد حقيقي لاستقرار الإقليم، استعرض الحقيقة الجانبان فخامة الرئيس وسكرتير عام الأمم المتحدة الاتصالات والتحركات التي تدور على المستويين الدولي والإقليمي بطبيعة الحال للحث على استعادة التهدئة، خفض التوتر، مؤكدين على أهمية تجنب توسيع دائرة الصراع، إتاحة المجال للجهد الدبلوماسي لحماية المدنيين ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة. في هذا السياق الحقيقة تقدم السكرتير العام بالشكر لفخامة الرئيس السيسي على الجهود اللي بتقوم بها مصر ودورها المقدر على صعيد بذل المساعي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. طيب هنا أقدر أقول لك أنه اتصالين من السكرتير العام للأمم المتحدة بفخامة الرئيس انعكسوا شيء. يعكس إيه؟ هو يعكس عمليا أن مصر هي البلد الأقدر، أنا مش بقول لك الوحيد، مش بقول لك أنه من ضمن، لا، هي لا مصر لا من ضمن ولا الوحيد، هي مصر الأقدر والأقوى وصاحبة الذراع الأطول في أنها تستطيع أن ترأب صدوع في هذه القضية، ده من ناحية. من ناحية تانية هي الطرف الأكثر نزاهة إن لم يكن الأنزه على الإطلاق يعني، أو النزيه الوحيد، لكن هقول لك الأكثر نزاهة، لأن مصر الحقيقة سياستها طول الوقت الخارجية طول الوقت هي وسيط نزيه في أي وساطة بتدخل فيها مصر، وبالتأكيد في هذه القضية اللي مصر بالمناسبة، عشان بس تبقى فاهم، اللي مصر بالمناسبة بذلت فيها دماء 100,000 شهيد لأجل الأراضي الفلسطينية، ومفيش دولة في العالم عملت ده. ده بس مهم. وبالتالي اتصالين هاتفيين من السكرتير العام للأمم المتحدة هو انعكاس لنا، بقوله لك انعكاس إلى أن مصر هي الأقدر على ذلك، انعكاس إلى أن مصر هي الدولة صاحبة الذراع الأطول، أن مصر هي صاحبة الخبرة الأطول من ناحية والأكثر عمقا من ناحية لحل هذه الأزمة ولحل هذا الصراع. مش بنتكلم بس على الوضع الحالي ولكن على الوضع بشكل عام، استقرار أمن المنطقة يبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي إن قلنا يبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة يبقى فورا روح للقاهرة، عايز حل روح للقاهرة. في الحالات اللي زي كده لازم تنظر دائما إلى القاهرة في
على حسب وضعها السياسي، يعني الإدارة السياسية وإرادة هذه الإدارة. الإدارة السياسية لمصر ممثلة هنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي هنا تنظر إلى إرادة الرئيس في وضع حلول. إرادة الرئيس واضحة، الإرادة واضحة في إيه؟ في تصور قاطع، عايزين الدنيا تهدى يبقى لازم نحل هذه الأوضاع على مبادئ متعلقة بالعودة إلى حدود ما قبل 4/6/1967. عاوزين حل للمنطقة أو حل لهذه الأوضاع يبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين. عاوزين حل للأوضاع يبقى لازم إيقاف فوري لأي شكل من أشكال الاعتداءات بتاع جيش الاحتلال أو المستوطنين بحق أهالينا الفلسطينيين. مش بنتكلم على الوضع الحالي فقط، ولكن ما قد يحدث للأسف مستقبلا، أو بحيث لا تتكرر مثل هذه الأعداء الاعتداءات اللي كانت بتحصل على مدى عشرات السنين الماضية، عقود من الاعتداءات. فعشان نقدر نقعد على ترابيزة مفاوضات ما ينفعش تبقى أنت بتعتدي عليا وتقول يلا بينا نقعد على الترابيزة. وقف الاعتداء الأول، وإحنا في إيدينا التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية كلها، الـ14 فصيل عندنا في مصر في العالمين من شهرين وشوية، الكل بيقدر الدور المصري. أنا بكلمك هنا على الـ14 فصيل فلسطيني، كلهم دون استثناء يقدرون مصر، كلهم دون استثناء يعلمون أن الحل في القاهرة، كلهم دون استثناء مستعدين دائما لقبول المقاربة المصرية. بس لازم نوقف الاعتداء. طيب تعال أخدك على من ناحية أخرى، مصر حريصة كل الحرص على الفلسطينيين، ويمكن قلناها مرة وقولها لك تاني وتالت ورابع، مصر هي التي قدمت أكبر حزمة مساعدات لأجل إعمار غزة. أنا بقول لك المساعدات ما كانتش بس 500 مليون بل وصلت إلى حوالي 700 مليون دولار. ده اللي بتعمله مصر. فده لمصلحة مين؟ ده لمصلحة المجتمع الفلسطيني. لمصلحة مين؟ لمصلحة أهلينا الفلسطينيين. طيب وفي نفس الوقت مصر هي المستعدة دائما لإرسال المساعدات الإنسانية والطبية. مصر دائما هي اللي مستعدة وتتصدر أي موقف متعلق بدعم أهالينا في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص. معانا على تليفون الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ. أهلا بك يا دكتور دينا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور دينا. مهم عندنا جدا أن احنا نشوف يا ترى هل ترى يعني إزاي مصر دائما داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني من ناحية، وفي نفس الوقت أولوية مصرية للحفاظ على حياة هذا الشعب العربي الشقيق والمساعدات التي تقدم من التحالف الوطني. حقيقة يعني خالص التعازي ويعني القلوب دائما مع أهالينا في فلسطين ومع دعم القضية الفلسطينية والدولة المصرية. الحقيقة مش محتاجة أبدا مزايدات يا أستاذ يوسف، يعني دور الدولة المصرية وفي الفترة الأخيرة منذ تولي القيادة السياسية وفخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، ودور مصر سواء كان على المستوى السياسي أو الأمني أو حتى على المستوى الإنساني هو جلي واضح جدا، يعني على مرأة ومسمع الجميع. ويعني القضية الفلسطينية هي محور رئيسي من وجزء لا يتجزأ أبدا 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 من يعني الاهتمام المصري، ولقت الكثير حقيقة يعني من الاهتمام. وأعتقد أن احنا تابعنا على مدار الأيام اللي فاتت حرص القيادة السياسية على يعني إصدار توجيهاته للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اللي الحقيقة يعني احنا بنقدم له كل التحيات وكل التقدير، وانه بس يعني ما بقاش دوره مقتصر عن كونه مظلة للعمل الأهلي التنموي داخل مصر، ولكن صحيح. هو الآن بيمتد كمان للخارج، وده بيدلل طبعا على أهمية والثوابت المصرية الراسخة تجاه أهلينا الفلسطينيين، وحرص مصر دايما على تقديم الدعم والمساندة. وإحنا بنتكلم في قافلة طبية وبنتكلم في قافلة فيها مساعدات غذائية كبيرة جدا 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 جدا، يعني إحنا حتى يعني بنقول هي جاري تجهيزها دلوقتي، ومحتاجين إن إحنا ننوه كمان للسادة المشاهدين إن إحنا
لابد ان احنا نتحرى المزايدات في الوقت الحالي ومحاولات التشكيك. يمكن حضرتك تابعت امبارح المحاولات اللي بتقول ده المساعدات راحت ورجعت تاني. اي كلام. الحقيقه المساعدات جاري تجهيزها لانها مساعدات كبيره وضخمه، بتعد اعداد من قبل التحالف ومؤسسات التحالف الوطني بشكل كبير. ومحتاجين ان احنا كمان نقول ان احنا يعني في الوقت الحالي محتاجين نلتف حوالين القيادة السياسية، محتاجين نلتف نكون على ثقة بأن دايما القيادة السياسية والدولة المصرية حريصة لأن فلسطين والقضية الفلسطينية هي جزء من أمن مصر القومي، ومهم جدا أن احنا ننتبه لهذا الأمر لأن يعني هي دي نقطة هامة جدا لابد أن نضعها يعني نصب الأعين. مهم جدا 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 أن احنا نأكد على النقطة دي، ولا نتقبل أبدا من أي شخص أنه يزايد أن مصر تتوانى أو أنها في لحظة ممكن تكون مقصرة إطلاقا. مصر تمد يد العون من سنوات طويلة، وفي الآونة الأخيرة دورها واضح جدا ومحوري على المستوى العام سواء كانت القضية الفلسطينية أو غير القضية الفلسطينية. ويعني لو حاولنا نستشهد هنشوف على مدار السنوات الماضية الدور الكبير اللي بتقوم به مصر بدعم أشقائنا في الأزمات والكوارث. دايما مصر حاضرة ودايما مصر موجودة، ويعني نصب الأعين دايما والاهتمام الكبير في الأزمات والكوارث، ما بالك بقى بالقضية الفلسطينية وأشقائنا، ويعني لا يلقوا بممارسات وعنف وتهديد يعني أعتقد خرق كل المواثيق يعني الدولية لحقوق الإنسان. فيعني أعتقد أن احنا في الوقت الحالي محتاجين أن احنا يعني نرى بأعين الحقيقة ولا نقبل أي مزايدات، ولا نقبل أبدا 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 أن احنا في لحظة واحدة نكون شايفين أن احنا هنقصر أو الدولة المصرية هتقصر. بالعكس، الدولة المصرية هي واخدة على عاتقها بشكل كبير، والفترة الجاية كمان وقت ما هتنطلق المساعدات هيظهر هذا جليا لكل المشككين وكل المتربصين، واحنا دايما عارفين المتربصين بينا واللي دايما المشككين فينا ولازم ننتبه ليهم جيدا. مما لا شك فيه. طب دكتور دينا، يمكن انا يعني في دماغي تصورات كتير، اظن انه كمان واحنا بنعمل كل ده هيبقى في دور كبير ملقى على عاتق نواب البرلمان بغرفتيه، والثقل الاكبر هيبقى ملقى تحديدا على اعضاء لجان حقوق الانسان في كلا الغرفتين البرلمانيتين في عرض كل ما يحدث امام المجتمع الدولي، سواء اذا كان عرض من الداخل او عرض عن طريق زيارات واجتماعات للبرلمانات الاوروبيه، الكونجرس الأمريكي ومجلس النواب إلى آخره. يعني أظن هيبقى عليكم مهمة صعبة، ولكنكم قدها وقدود زي ما بيتقال إن شاء الله. وده بالتأكيد لابد أن يكون يعني واقع ملموس إن شاء الله بإذن الله. أكيد لجان حقوق الإنسان زي ما قلت لحضرتك كل اللي بيحصل النهاردة هو اختراق لحقوق الإنسان وخرق كل المواثيق، فلابد إظهار هذا الشكل وإن احنا نكون يعني الصورة اللي بتعكس وبتنطق بلسان أهالينا في فلسطين، لأنه مرفوض تماما أي انتهاك لمثل أي حق من حقوق مواطن سواء كان مصري أو عربي، لأن جميعنا دماء واحدة وقضيتنا واحدة. صحيح. أشكرك جدا يا دكتور دينا، كل الشكر لسيادة النائبة الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ. طيب خليني هنا أخذ معانا على التليفون الباحث السياسي الأستاذ محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. هسألك يمكن سؤال يعني يبدو واسعا ولكن يحتاج إجابات قاطعة وأنتم أهل لها، ماذا قدمت مصر لأجل هذه القضية، وما الذي تقوم به مصر حاليا لأجل هذه القضية؟ يعني بالتأكيد عندما نتحدث عن مصر ودورها على المستوى العربي، طبعا هذا دور ضارب في التاريخ بعمق وأبعاده متعددة، ولكن يعني التوضيح لابد أولا أن نذكر نقطة هامة تتعلق بأن يعني الدور في حد ذاته ليس هو المعضلة، أبعاد هذا الدور وأشكاله هي الأهم. بمعنى أن أنا ممكن بدولة ما أيا كانت
تقدم الدعم المادي لدولة أخرى أو لمجموعات أخرى أو لغزة أو الضفة، وتقول أننا قمنا بالدور وقمنا بهذا الدور وانتهى الأمر. لكن مصر يعني ما يميزها وما يميز دورها في الواقع هو أنه متعدد الأبعاد، بمعنى أننا في فترة الكفاح المسلح الفلسطيني في السبعينات والثمانينات كانت مصر هي الحاضنة الأساسية لهذا الكفاح المسلح بفصائله، بتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بجميع المسارات التي مرت بها القضية ما بين لبنان وتونس، ووصولا إلى بدء المسار السلمي عبر يعني اتفاقية أوسلو واتفاقية غزة أريحة وما إلى هنالك. حتى بعد أن اتخذ الفلسطينيون هذا المسار أو جانب منهم، كانت مصر أيضا معهم، دعمتهم سواء في المؤتمرات الدولية أو حتى على مستوى التعامل أو محاولة التدخل بشكل دائم من أجل توسيع هامش الحرية الممنوح إلى الفلسطينيين في العيش في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن السنوات الأخيرة أيضا ضاعت ضغوط أخرى جعلت للدور المصري يعني المصري له أبعاد مهمة تتعلق بالداخل الفلسطيني نفسه، بمعنى أن هناك انقساما فلسطينيا ما حدث يعني عام 2007 وما بعد ذلك، وبالتالي كان مصر أيضا لها دور في محاولة تقليل هذه الهوة التي حدثت ما بين حركة فتح وحركة حماس، محاولة تقليل هذه الهوة التي أثرت بشكل سلبي بالتأكيد على القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى التعامل الفلسطيني بشكل خاص في أزمات مثل التي نحن فيها الآن. بالتالي كان دور مصر أيضا هنا له أهمية خاصة، ويعني الاجتماع العالمي الذي أشرت له حضرتك أعتقد أنه من أهم يعني نتائج هذا المسار الطويل من رعاية الاجتماعات المشتركة ما بين الفصائل التي قامت بها مصر. أيضا الجانب المتعلق بدعم الأشقاء في غزة وإغاثتهم في سواء في الأوقات الطارئة مثل التي نحن فيها الآن أو حتى في الأوقات العادية، لأن مصر تعتبر هي المنفذ الأساسي والوحيد ربما حتى لتنفس أهل غزة في ظل الحصار المفروض عليهم من جانب الإسرائيلي. وبالتالي عندما نجمع كل هذه العوامل في سلة واحدة كما نستطيع أن نقول، نرى أن الدور المصري متعدد الأبعاد متشابه يتفاعل مع كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولا يزايد على أي طرف فلسطيني ولا يحاول أن يفرض الرأي عليه، بل يقوم بما يلزم فقط من زاوية النزاهة التي تتسم بها الدبلوماسية المصرية خاصة في السنوات الأخيرة، النزاهة التي لا تتعلق بفرض رأي بالتدخل في الشؤون بل بمحاولة إيجاد الصالح للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية أيضا. طيب يمكن وإحنا بنتكلم على الوضع الراهن يا أستاذ محمد، ما الذي تقوم به مصر في خلال في هذا الوضع تحديدا؟ ويمكن أنا كان لافت للنظر ليا مش بس المكالمات الكثيرة والكثيفة من زعماء وقادة أوروبا والمنطقة العربية اللي فخامة الرئيس، لكن كمان ألاقي أنه أنطونيو جوتريش خلال 48 ساعة بيكلم الرئيس مرتين للمزيد من التباحث. يعني بالتأكيد هذا يعني لا يثير الاستغراب، فمصر قياسا على المرات السابقة التي يعني كانت هناك فيها أحداث مماثلة ويعني منها مثلا عام 2021، فإننا سنجد أن مصر كان دوما لها الدور الأساسي في إيقاف القتال، لأن هذه الأولوية الآن في مثل هذه الظروف. ولكن يعني الدور المصري هنا وفي هذه الأزمة يعني يرى أو نرى أنه له أبعاد أكثر بكثير مما كان عليه في الأوقات السابقة، لأن الأزمة الحالية هي أزمة أكبر. نحن نتحدث عن حصار كامل تم فرضه على قطاع غزة وتهديدات جدية وميدانية على الواقع الميداني في غزة لاجتياح القطاع بشكل كامل سواء عن طريق يعني بريا سواء بشكل كامل أو حتى جزئيا باقتطاع بعض الأجزاء منه، وبالتالي هذا سيفرض يعني واقع ميداني صعب على الفلسطينيين أكثر مما هو عليه الآن، خاصة أننا نتحدث عن حصار كامل، نتحدث عن قصف مدمر يعني ولم يسبق له مثيل خلال اليومين الماضيين في على قطاع غزة. هذا يجعل مصر هي البوابة الأساسية لمحاولة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي التواصل ما بين الرئاسة المصرية والخارجية المصرية مع الدول هو في الأساس حاليا كان بغرض فرض وقف إطلاق النار سواء كان مؤقتا أم دائما، ولكن نتيجة للظروف الميدانية الخاصة التي يعني ترتبط بحدث الحالي أصبح التواصل أو محاولة إيجاد حلول هي تتعلق بإيجاد حتى هدنة مؤقتة إنسانية من أجل إرسال المساعدات، لأن مصر لم تلتفت لأي تلويحات من الجانب الإسرائيلي تتعلق بالمساعدات. مصر مصرة على أن تدخل المساعدات إلى غزة وأن تقيس غزة، لأن هذا هو قرار استراتيجي لا يمكن الصمت أو الانتظار
حتى يعني تنتهي المعركة من تلقاء نفسها، ويموت من يموت ويجرح من يجرح. مصر تريد أن تقوم بإغاثة غزة في الوقت القريب العاجل، وبالتالي التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن رأينا بلينكن يتحدث منذ قليل عن أن هناك تواصل مع مصر حول هذه المسألة من أجل إيجاد صيغة سريعة وفعالة من أجل فتح ممر إغاثي. ولكن هنا أريد أن أشدد على نقطة أخرى، بلينكن عاوز يفتح ممر للنزوح. صحيح، يعني هذه النقطة التي كنت سأذكرها، أنه يقول أننا نريد ممر إغاثي لكن أيضا نريد ممر آمن للمدنيين، وهي نقطة أعتقد هي الأخطر فيما يتعلق بالملف الحالي أو بالأزمة الحالية. لأن أنت تريد أن تفتح ممر آمن للمدنيين وتقول في نفس الوقت بعدها مباشرة أنه لن يكون معظم الفلسطينيين بدون مغادرة أراضيهم، لكن أنت تفتح هنا الباب الذي لا تريد مصر أن تفتحه، تريد تصفية القضية، تريد أن عندما يغادر أهالي غزة أراضيهم فهذا يعني بالضرورة من وجهة نظري أن القضية الفلسطينية يتم تصفيتها بشكل أكبر. طبعا، لأن الأرض الفلسطينية والتواجد الفلسطيني كان من المكاسب التي دفع الفلسطينيون ثمنها دما خلال السنوات الماضية ومن قبلهم ومعهم الجيش المصري كما ذكرت حضرتك. وبالتالي التخلي عن الأرض في هذه المرحلة تحت الدواعي الإنسانية هو بمثابة ابتزاز وتنفيذ لرغبة إسرائيلية ورغبة من أطراف أخرى كانت قد تم التلويح بها في سنوات خلت، وقامت مصر والفلسطينيون. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قالها بمنتهى الصراحة، إنه اتصل بمحمد مرسي رحمة الله عليه، بقى اتصل به محمد مرسي وكان يحاول معه التباحث حول توطين فلسطيني وغزة على الأراضي السنوية، وكان هذا التصريح من السيد محمود عباس في حياة مرسي، وقال أنا مستعد لمواجهته بده، هو طلب مني كده. يعني هي هذه الفكرة، يعني حتى تمت إثارتها في موضوع قضية صفقة القرن ومن قبلها حتى في أيام الرئيس السادات، يعني في فترة عندما كان هناك تفاوض على في مباحثات كامب ديفيد كان هناك طرح لهذه المسألة ورفضتها مصر، لأن مصر تعلم جيدا أن الأرض الفلسطينية هي للفلسطينيين، لا يمكن لأي حال من الأحوال لأي دولة من الدول، وعلى فكرة يعني هذا الموقف حتى تتخذه أو تقف مع مصر فيه الدول الأساسية في المنطقة في هذا الملف مثل الأردن على سبيل المثال، جميع يتفق أن الحل الأساسي والوحيد لهذه الأزمة هو دولة فلسطينية على سقطها القدس الشرقية. أي حديث آخر سواء عن توطين مؤقت أو توطين دائم هو مرفوض سواء من الجانب العربي أو حتى من الفلسطينيين نفسهم. وبالتالي للأسف الشديد الجهد المصري هنا لنجدة غزة يواجه ببعض المحاولات لتحوير هذا المجهود وجعله بوابة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أطمئن الفلسطينيين وأطمئن نفسي من أن مصر لن تسمح بحدوث هذا، وفي النهاية سوف تدخل المساعدات ولن يكون هناك أي تأثير أو أي اتخاذ لهذا الممر أو المسلك الذي يتم من خلاله إرسال المساعدات كوسيلة لتصفية أهالي غزة ومساعدة إسرائيل على تنفيذ ما تريد أن تفعله بالفعل وتنفذه الآن على الأرض، وهو تهجير الفلسطينيين من مناطقهم في غزة إلى مناطق أخرى. ده صحيح. أنا بشكرك جدا جدا أستاذ محمد منصور الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أنا بس هسأل حضراتكم سؤال واحد، هو في حاجة اسمها استبدال الأوطان؟ في حاجة اسمها كده؟ يعني هو الأوطان فيها بيع وشراء واستبدال؟ في حاجة اسمها استبدال أوطان؟ أقول لك والله في عند الإخوان المسلمين دي ناس لا تعترف بالأوطان ولا تعترف بالقيمة الوطنية، وهم قالوا كده على لسان مرشديهم إنه ليس مرشدا واحد، هم مرشديهم طول الوقت عمرهم ما اعترفوا بوجود أي وطن، هم بيشوفوا أنه وما الوطن إلا حفنة من التراب العفن، هم قالوا كده. أدي واحد. وبالتالي هم الوحيدين اللي ممكن يبقى فيه عندهم تصورات استبدال الأوطان. وأنت متصور أن الفلسطينيين يرضوا بحاجة زي كده؟ طبعا لا. مين ده اللي بيستبدل وطنه؟ منين ما يبقى فيه شوية فلوس هيروح؟ هي دي تصوراته عن المواطنة، هو لا يعلم ما هو الوطن ولا يعلم ما هي المواطنة. أدي واحد. اتنين، أيا كان بلينكن أو غيره، هي مصر لا تسمح بده، لا تسمح بده مبدئيا لأنه هو لا تفريط في شبر من الأرض المصرية، ده واحد. مصر لا تسمح بده لأن مصر هي أساس مفهوم الأوطان باعتبارها أكبر وأهم وأقدم دولة، مش أكبر، أكبر من حيث أدبيا يعني بالتأكيد وتاريخيا ومعنويا وعلميا وكل حاجة، لكن أقدم وأول دولة معروفة في التاريخ
فمصر هي التي أرست قاعدة أن هناك وطن، وأن هناك حدود، وأن هناك نظام حاكم، وأن هناك جيش أقدم وأكبر جيش عرفه التاريخ آنذاك في العصور الأولى في بداية الزمان. ثلاثة، هو أنت متخيل أن مصر تسمح بكده؟ هو مين اللي متصور ده؟ الإخوان غير الإخوان، أوروبا، أمريكا، مصر فيها أكبر وأهم وأزكى وأقوى جيش. سلم دماغك للي أنت شفته في تاريخك الطويل. مين ده اللي زايد علينا؟ مين ده اللي يقوم بعملية استبدال وطن؟ مفيش غير الإخوان، واللي يقف جنبهم، اللي عاوز يصف جنب الإخوان يصف، وهي معروفة. الراجل ده أنا شفته والله العظيم، شفت النهاردة بوست أنا اتخضيت من غير ذكر الاسم. راجل دبلوماسي سابق وكاتب ومحلل وأستاذ في الجامعة. هاي الكلام مشين مشين. بس ماشي، في اللحظات اللي زي كده هي لحظات الفرز، عارف انت كده في يقول لك فرز وتجنيب، دي لحظات فرز، لحظات فرز وتجنيب، زي بالظبط كده 30/6 واللي بعدها، ده فرز وتجنيب. ده إخوان وده بيحب الإخوان وده بيشتغل مع الإخوان وده بيقبض القرشينات من الإخوان وده عاوز يقبض من الأمريكان وده عاوز يقبض من البلد. بالمناسبة ما فيهاش فصال، ما ينت مع البلد ينت مش مع البلد، المسألة ما فيهاش فصال. وبالمناسبة المسألة ما فيهاش إيه اللون الرمادي، ينت معايا ينت مش معايا، اللحظات الحاسمة هي اللي بتبين. بقول لك ايه، تعال نطلع فاصل ونكمل الكلام. اهلا 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 وسهلا بيكم. مما لا شك فيه ان الدكتور طه حسين الله يرحمه واحد من اهم اعمدة التنوير في المنطقة بالكامل، بل هو واحد من اهم مفكرين العالم. الدكتور طه حسين لمن يقرأ مؤلفاته، مش الادبية بقى بس، لا الادبية دي حدوتة تانية، لكن المؤلفات الفكرية هتقدر فعلا تستوعب حجم طه حسين المهول كمفكر وكرجل تنوير حقيقي. طه حسين كان مستشرفا للمستقبل، لما تيجي تقعد تقرأ على سبيل المثال مستقبل الثقافة لا هتتخض، الشعر الجاهلي تتخض، حديث الأربعاء تتخض، تتخض من إنه إيه كم القدرة على فهم المجتمع، فهم الثقافة المصرية والثقافة العربية، فهم ما هو مترتب أو ما سوف يترتب عليه خلال أجيال. فلما لاقي أنه هيئة أصول الثقافة ووزارة الثقافة المصرية بطبيعة الحال يقولوا احنا هنطبع الأعمال الكاملة للدكتور طه حسين علشان تعرض في معرض الكتاب 2024، يبقى ده شيء عظيم جدا. ويا سلام سلم لما تبقى أسعارها برضو في المعقول. خلوني هنا أخذ معانا على التليفون دكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. عامل إيه؟ كله حلو الحمد لله. إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. دي بشرة عظيمة جدا، طباعة الأعمال الكاملة للدكتور طه حسين، وتطرح بإذن الله في معرض الكتاب القادم 2024. والله إن شاء الله بإذن الله إحنا بنحاول، إن شاء الله إحنا طه حسين طبعا إحنا مأوية ال 50 سنة على رحيل الأديب عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، يعني دي ده حدث مهم طبعا. والدكتور نجين الكيلاني وزير الثقافة بتولي له اهتمام كبير، يعني احنا عاملين شغل ان شاء الله طه حسين. اعمال طه حسين احنا عملنا منها جزء كبير، طبعا منه جزء كبير الفترة اللي فاتت، احنا شغالين على طه حسين بقالنا فترة يعني يا استاذ يوسف. عملنا كذا كتاب، عملنا اكثر من 20 كتاب، وفي في المطبعة حاليا اكثر من 9 كتب، وان شاء الله احنا بنأمل نوصل ان شاء الله باذن الله المجموعة الكاملة بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا هيوفقنا ونخلصها يعني. المجموعة الكاملة كلها، مش المجموعة الكاملة أدبيا، كل مؤلفات وأفكار الدكتور طه. المجموعة الكاملة اللي هم 47 كتاب. عظيم جدا. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يعني إحنا بنحاول إن شاء الله، بس الوقت بإذن الله يعني أنا اتكلمت النهاردة مع إدارة النشر وخلصنا إن شاء الله بإذن الله، وربنا يسهل إحنا بنحاول يعني بإذن الله بنأمل إن إحنا نخلصها كلها.
على المراحل القادمة. لا ده وقدود. طيب تفضل لي حتة صغنطوطة كده، أنا عارف ما بتحبهاش يا دكتور، الفلوس طبعا. هتبقى سعر هيبقى سعر المؤلفات يعني في متناولنا ولا طبعا. ايه؟ احنا 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 الهيئه العامه لفنون الثقافه والنشر بالذات عندنا من اهم انجازات الهيئه وقائم اساسي من عندنا. يمكن ارخص كتاب في جمهوريه مصر العربيه هو الكتاب اللي بتصدره الهيئه العامه لفنون الثقافه. الاصدارات اللي اصدرناها لطه حسين الفتره اللي فاتت ديت المجموعه كلها اسعارها تتراوح من 5 الى 16 جنيه اكبر كتاب. يعني الاسعار بتاعتنا متفاوته، وده على حسب الملزمه وعلى حسب حجم الكتاب. يمكن كتاب الايام كان مطبوع الفتره اللي فاتت، كتاب الايام كان 15 ب 15 جنيه، كان عباره عن 540 صفحه. فاحنا ارخص كتاب وبجوده وتقنيه ممتازه اللي هي كتاب الهيئه العامه لفنون الثقافه. فاحنا عندنا اسعارنا يمكن اقل اسعار تنافسيه في السوق، مش هتبقى موجود زيها. يعني يمكن الفتره اللي فاتت احنا بالتعاون مع الهيئه العامه للكتاب احنا عملنا معارض كتيره وجبنا الجمهوريه زي معرض بورسعيد ومعرض دمنهور ومعرض السويس. احنا كنا الاعمال اللي عملناها لطه حسين كانت بتنزل في المعرض بتاعنا وكانت بتلاقي اقبال شديد جدا جدا جدا. خلاص انا هبقى اول زبون يخش ياخد المجموعه كامله على بعضها ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا دكتور، نرفع لكم القبعات زي ما يتقال. اشكرك جدا دكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه، طباعة ونشر المجموعة الكاملة إن شاء الله كاملة للدكتور طه حسين في إن شاء الله على معرض الكتاب القادم 2024. ثقافة، طيب تعال نكمل. ثقافة، تاريخ، إرث، حضارة. بعد 18 سنة غلق مصر بتفتتح أكبر متحف للآثار الرومانية واليونانية. دكتور صبحي عاشور أستاذ الآثار اليونانية والرومانية وعضو لجنة سيناريو العرض في هذا المتحف، أهلا بحضرتك يا دكتور صبحي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ يوسف. أهلا بك يا دكتور. دكتور قول لنا هذا المتحف يعني هيفتتح بإذن الله إمتى، ويعني الفتح الكامل للجمهور بالأصح، وأبرز المعروضات اللي هيتم عرضها إن شاء الله. المتحف اليوناني الروماني في اسكندريه واحد من اهم متاحف مصر، واول مبنى او متحف بني بغرض ان هو يكون متحف في مصر. معاك يا دكتور. النهارده حضرتك تم افتتاحه رسميا من قبل معالي الدكتور مصطفى مدبوله رئيس مجلس الوزراء، والدكتور احمد عيسى وزير الدوله وزير الاثار والسياحه. وإن شاء الله يفتح الجمهور من يوم الجمعة 9 صباحا. الجمعة بعد بكرة بإذن الله. بعد بكرة يا فندم. من 9 الصبح نقدر نروح هناك نشوف ونستفيد ونستمتع. بكرة في يوم للصحفيين والقنوات الإعلامية والتلفزيونية. طب ده رائع. الجمهور الفتح الرسمي يوم الجمعة. أنا الجمهور. مش انا الجمهور يعني، انا زي الجمهور، انا احب الحاجات زي كده، اقعد بقى واخد وقتي كده واتفرج وانبسط وابقى قاعد مستمتع. ابرز المعروضات في المتحف ايه يا فندم؟ المتحف يعني بيعرض حوالي 6000 قطعه اثريه من مختلف الانواع ومختلف التصنيفات. المتحف يعني كان مفتقد بالفعل لمده 18 سنه، لان مجموعه الاثار اليونانيه والرومانيه اللي كانت معروضه في المتحف قبل القفل هي صلب المقتنيات وتراث مصر من الفتره دي. فلما كانت مغلقه على الباحثين وعلى طلبه الجامعات كان بالفعل في حلقه مفقوده بالنسبه لكل الدارسين المتخصصين في الفتره دي. سيناريو العرض الجديد حضرتك بيعتمد على مفاهيم جديده اللي هو التقسيم الموضوعي، وبيبدا المتحف من العلاقات ما بين مصر واليونان وعالم البحر المتوسط قبل الاسكندر الاكبر، مرورا بالملوك البطالمه والاباطره الرومان والحياه اليوميه الناس بعيد عن الحكام والسطوه، الناس العاديه وحياتها والحياه الدينيه والحياه الثقافيه ومعتقدات الموت وممارسات الدفن عند المصريين واليونانيين، وازاي الحضاره المصريه وايزيس الالهه العظيمه اللي في العالم القديم لا تضاهى ولا تقارن بالهه اخرى قدرت تسيطر وتنتشر الديانه المصريه ما بين كل الشعوب في عالم البحر المتوسط. بعدين العصر البيزنطي والمذاق المميز
للمسيحيه المصريه والفنون المصريه القبطيه. وفي الطابق الاول حضرتك يعني مساحه كبيره جدا من العرض اضيف فيها موضوعات زي النيل وتجسيد النيل، وتم لاول مره محاكاه داون تاون او سيتي سنتر او وسط البلد الاجرة في مدينه اسكندريه الرومانيه، وعرض مكثف جدا لانشطه تجاريه زي محاكاه المركب ما بين القرن الثاني والسابع، وفي الامفورات المشحونه من مصر حوالي النبيذ والزيت وخلافه، والانكورز المرافي بتاعه المراكب، ومجموعه كبيره جدا من العملات، واخيرا بقى مجموعه كبيره جدا من فنون اسكندريه والفن الروماني، ومعبد مكتشف في اوائل القرن الواحد والعشرين اللي لها بسطه المصريه، اتضح ان هو كان برعايه ملكه بطلميه من القرن الثالث في بدايه حكم البطالمه، واديهم كانوا متاثرين من البدايه بالعبادات المصريه. طب ده شيء عظيم جدا. طب انا خدت بالي واحنا يعني بنعرض فيديو لافتتاح اليوم انه في تمساح، ده تمساح محنط ولا ده تمثال؟ بالفعل حضرتك ده يعني بشكر حضرتك استاذ يوسف على السؤال ده، لان ده برضو جزء مهم جدا من المتحف، من شخصيه المتحف اليوناني القديم والجديد. المعبد ده اكتشفه الاثر الايطالي ايفاريستو بريتشا، وهو كان ثاني مدير المتحف في بطن هريت اللي هي فيلادلفيا في الفيوم، وهو كان نقله في ثلاثينات القرن الماضي لجنينه المتحف. وبعد كده يعني لجنه سيناريو المتاحف شافت انه من الضروره الحفاظ على المتحف ده، فتم اعاده بنائه ثاني جوه المتحف. هو كان معبد مكرس الاله التمساح، ودي موميه التمساح اللي كانت بتقدس في المعبد ده. سوبك مش كده؟ سوبك ايوه، لا حضرتك هو سوبك اسم جنرال التمساح، بس كل تمساح في بلد كان بيبقى له اسم، ده اسمه بنفروس ذو الوجه الجميل. التمساح ذو الوجه الجميل ده تسميه جديده جدا بالنسبه لي يعني. طب ده كويس والله فعلا، يعني الواحد فعلا بيقعد يتعلم كل شويه. طب يمكن ده بيخليني عندي طموح واحلام، انا اقعد افكر اقول انا عندي اثار غارقه في الاسكندريه، وبطبيعه على قد فهمي وعلى قد ما حاولت اتعلم انه هذه الاثار استحاله انها تطلع بره الميه، والا يعني هتبوظ وهتنتهي ومش هيبقى سليم خلاص، يعني هي اصبحت لازم تفضل تحت الماء. اما ان الاوان ان احنا نعمل لها يعني شكل من اشكال المتاحف المائيه، يبقى في عندنا زي تانلز او انفاق زجاجيه بتمشي ما بين هذه الاثار، وبالتالي اقدر ان انا اروح واتفرج واشوف، وهتصبح منطقه جذب عالميه يعني لاسكندريه كوجهه سياحة ثقافية. يعني مع طبعا حضرتك حق تماما جدا، لا ده مشروع طموح جدا وعايز امكانيات كبيرة، لكن احنا من دلوقتي عرضنا كمية من الاثار الغارقة وقدمناها للجمهور، وفي معروضات تانية من الاثار الغارقة هتعرض في المتحف المصري الكبير لما يفتتح ان شاء الله. يعني في مفاجأة جميلة لكل زوار متحفنا الروماني في الباثيو او الفناء، تمثال طوله 11 متر منتشل من الاثار الغارقه وانتشلته البحريه المصريه سنه 1962 بناء على استكشاف غطاس سكندري هاوي هو المرحوم كامل ابو السعدات، واكتشف التاج ثاني عند علاقه قايتباي من البعثه الفرنسيه، واعيد تكوين التمثال هو لملكه بطلميه بهيئه ازيس، طوله دلوقتي بالقعده حوالي 13 متر، ويعني ده أضخم تمثال في العالم في أي متحف وفي أي بلد لملكة بطلمية من الجرانيت، طوله 11 متر، ده من الآثار الغارقة. عارضين كمان لحضرتك في المتحف النيو الروماني آثار تانية تم اكتشافها من هراكلون تونيس ومن المينا الشرقي في اسكندرية، الآلهة الحامية لإسكندرية ومشغولات ذهبية وتماثيل برونزية واشياء كثيره من الاثار غارقه، يعني لم نغفل هذا الجانب ابدا يعني. رائع. يمكن انا وملكه بطلميه جميله طولها حوالي 2 متر من الجرانيت الاسود كمان. الله، انا بس يمكن طموحي انه احنا وحضرتك بس ادرى مني بكده مئات المرات، ان احنا ممكن يبقى في عندنا مخاطبات مع منظمه اليونسكو، ان احنا بنعمل حمله كبيره لفكره متحف للاثار الغارقه تحت الماء وما الى ذلك. يعني عايزين نبدأ في حاجة كده دكتور صبحي، فلتتولاها حضرتك وتكون صاحب المبادرة.
هو بالفعل حضرتك المشروع مطروح ان يتعمل متحف في الميناء الشرقي، ويمكن يعني الموضوع يتطور في السنوات اللي جايه يا رب. لكن حضرتك انا بس احب اقول ان يعني المتحف اليوناني الروماني كان جزء مهم من شخصيه اسكندريه القديمه. طبعا شخصيه اسكندريه اللي احنا نعرفها واللي العالم يعرفها، لان المتحف بيضم تراث المرحله الاولى من حياه اسكندريه، الالف سنه الاولى من حياه اسكندريه. صحيح. واسكندريه كانت رساله حب وسلام للعالم، حب وسلام وتنوير، رساله حب وسلام وتنوير من ارض مصر، فيها ترجمه الكتب الهيروغليفي لليوناني وترجمه التوراه، وفيها بدات المسيحيه، القديس مرقس بدا الدعوه للمسيحيه. طبعا. كان فيها تعايش ما بين الافكار والثقافات، وده برضو يعني اسكندريه الكوزموبوليتان اللي بدات بعد الحمله الفرنسيه وبعد اهتمام اسره محمد علي بتعميرها كمينة يرجع تاني اهميته لمصر، وكان فيها يعني جاليات اجنبيه عاشت. طبعا يعني المصريين كان حالتهم في الفتره دي كلها ما يعني ما همش احسن وضع في المجتمع، لكن الامور اتطورت، وفضلت اسكندريه لها رساله حب وسلام يمكن معكوسه في يوسف شاهين اسكندريه ليه، واسكندريه كمان وكمان معكوسه في اسامه انور عكاشه وزيزينيا واعمال اخرى. لكن المتحف زي ما قلت لحضرتك هو كمان الناس مفتقدات تزور اسكندريه ويرجع على الخريطه السياحيه جدا. دي حاجه مهمه جدا يعني. انا باحث في التخصص من 30 سنه. صحيح. والمتحف دايما كان مليء بالافواج من شتى انحاء العالم ودايما على الخريطه السياحيه، فده هيزيد اسكندريه كمقصد سياحي ويزيد اعداد الافواج السياحيه فيها. ومتحف اتعمل كل فيه بدقه، شغل الاربع سنين للجنه من افضل اساتذه ومتخصصين المتاحف في مصر على راسها الاستاذ الدكتور علي عمر استاذ الاثار الرومانيه في جامعه حلوان، والدكتور محمود مبروك. يعني مصر يجب ان تفخر بهذا المصمم الفنان جدا الجميل، ودكتور اسامه عبد الوارث ودكتور مؤمن عثمان وفريق عمل كبير كبير من العمال والفنيين والاستشاريين والمهندسين. يعني بالفعل كانت ملحمه طول اربع سنين تخطيط وتنظير. صحيح. واختيار وتدقيق، وسنه ونص من العمل المتواصل، العمل بقى في الموقع جوه المتحف، تنصيب اثار ومنحوتات وبناء وما الى وخلافه يعني. فيعني حاجه كنا بنفتقدها وبنقدمها هديه بكل الحب لاسكندريه ولمصر اسكندريه والباحثين وللعالم كله. اسكندريه اصلا مدينه جميله يعني. انا اللي عجبني كمان انه بدا بالفعل اعمال التطوير والترميم في منطقه الحي اللاتيني في اسكندريه، وانا شايف شارع فؤاد العمارات اللي فيه محاطه بالسقالات وبيبداوا يشتغلوا فيها، يعني تعود في محاولة لإعادة اسكندرية لجمالها وبقاها وبهائها القديم. وأنا بحلم من ضمن الأحلام أنه الحتة الشارع بتاع الحقانية وصولا إلى النصب التذكاري للجندي المجهول تبقى خيالية من كل أشكال الباعة الجائلين والفوضى والعشوائية، ونرمم الحتة دي. يا خبر أبيض. بالفعل حضرتك يعني طبعا لازم نذكر من جهود السيد محافظ الاسكندريه والمحافظه، بالفعل اهتموا فعلا باللاندسكيب وبناء على توجيهات دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بالفعل اتغير الوضع تماما واصبح المتحف شارع المتحف شارع مشاه، وتغيرت الاتجاهات المروريه حوالين المتحف، وبقى فيه ساحه بياتسا جميله جميله قدام المتحف تدي سبيس للزوار والحركه المشاه وشباك التذاكر. يعني كمان اهتموا زي حضرتك ما قلت بتجميل المنطقه وعادوا لها رونقها، لان يعني ده فعلا الحي التي قلب اسكندريه. صح. القديم تاريخيا ومكانيا، فبالفعل المكان بقى يليق بمتحف جميل زي المتحف الروماني بمحتوياته ومقتنياته القيمة. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور صبحي، كل الشكر الدكتور صبحي عاشور أستاذ الأثار اليونانية والرومانية، دكتور صبحي أيضا عضو لجنة سيناريو العرض في هذا المتحف العظيم مش بس العريق. فاصل ونكمل الكلام. أهلا بيكم.
على خط المواجهة وتطورات المواجهات على الأراضي الفلسطينية المحتلة. شق، وبين ذلك أو وأمام ذلك هو رفض فكرة التوطين، استبدال الأوطان، النزوح إلى مصر، مسارات الحلول وملامح الدور المصري. سؤال، ومن بجانبنا أطراف دولية فاعلة؟ بجانبنا مش بالضرورة يعني جيراننا، أطراف دولية قادرة على أنها تساعدنا في فعل. معانا طبعا داخل الاستوديو منورانا ومشرفانا الباحثة والكاتبة الصحفية والمتخصصة في الشؤون الإقليمية والدولية الأستاذة هند الضوي، منورانا. تسلم، مرسي جدا. عاملة إيه؟ كله كويس؟ الحمد لله. أنا مش هبدأ أي أسئلة، أنت هتقولي لي. الأول هبدأ بتقييم وضع راهن، أطراف دولية ومسألة النزوح واستبدال الأوطان، دي مسألة مؤلمة. هو مبدئيا أنا لازم أشرح الأبعاد اللي دفعت لتفجير الأزمة في قطاع غزة. حلو. في أبعاد دولية، دي مهمة، في أبعاد إقليمية، في أبعاد عقائدية، ودي نقطة في غاية الأهمية. الأبعاد الدولية تتعلق بإيه؟ بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسداد أفق الحرب في أوكرانيا وعدم رغبتها في التصعيد أكثر من ذلك خوفا من استخدام بوتين للنووي، قررت أن ترتد مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ولماذا تمت الحرب الأوكرانية وتوريد بوتين في هذه الحرب؟ لشد أطرافه على حدوده ليتم الانقضاض على مناطق النفوذ اللي حققها بوتين انطلاقا منذ عام 2015 من سوريا، ليبيا وباقي الدول الإفريقية اللي تمددت فيها روسيا. يبقى احنا ده البعد الدولي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. اللي فجر الأزمة سريعا يعني نقطتين. النقطة الأولى إن إسرائيل عمليا على الأرض بدأت تغير ملامح القدس بشكل كامل. إيه دوافعها لده؟ إسرائيل في المرحلة الحالية بيحكمها دواعش اليهود، وهم مسيطرين بشكل كامل على نتنياهو ومعتقدين في فكرة المخلص. فكرة المخلص تتطلب منهم هدم المسجد الأقصى وتهجير الفلسطينيين وإعلان إسرائيل الكبرى وإقامة الهيكل قبل عام 2025. هذه نقطة مفصلية قبل 2025 25. وبالمناسبة من الطقوس هي البقرات الحمر، وهم من 6 شهور جابوا البقرات الحمر وكانوا عاملين لها احتفال ورعاية خاصة لذبحها قبل إقامة الهيكل. دي النقطة اللي خلت حماس وصلت لمرحلة ليس لديها ما تخسره على الأرض. النقطة الأخرى اللي هي أطراف دعمت حماس للتحرك، الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من شهر تعبث في سوريا. لماذا؟ لغلق الطريق الحدودي ما بين العراق وسوريا. إيران بتدعم كل جماعتها وأطرافها في منطقة الشرق الأوسط، سواء كانوا في سوريا أو في لبنان حزب الله أو في غزة الفصائل في جهاد وحماس، من خلال الحدود السورية العراقية البوكمال. الولايات المتحدة الأمريكية فجرت صراع في هذه المنطقة ما بين الأكراد والقبائل العربية، وأعلنت بشكل واضح لا لبس فيه أنها ستغلق الحدود. تغلق الحدود يعني هي قتلت إيران في انكفائها الداخلي، وتستطيع بسهولة القضاء على أدراعها المتبقية اللي هي إيران بتتحرك بيهم في منطقة الشرق الأوسط لأسباب تتعلق طبعا بمشروعها اللي هو الهلال الشيعي. فمن هنا خلاص أدركت إيران أن الضربة قادمة ولا محالة. ولذلك كان في سابقة من نوعها أن إيران أثناء الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها تطلب بشكل رسمي من خلال حسين عبداللهيان وزير خارجيتها أن تقابل الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي وزير الخارجية هنا وهناك، والولايات المتحدة الأمريكية هي من رفضت ذلك. يبقى أنا كده شرحت لك البعد الأمريكي، بعد إسرائيل، البعد الإقليمي المتعلق بإيران والمحور. قبل ما اخرج الحته بتاعت البعد الاقليمي المتعلق بايران والعلاقات ما بين طهران وما بين واشنطن، طب ما هو في مباحثات دلوقتي ما بين ايران وما بين ما بين الولايات المتحده الامريكيه، وفي حديث على الافراج عن اموال كانت مجمده وستة مليار. انا كتبتها هبعتها لك. الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على تبادل الأسرى بالأموال المجمدة يشبه رعاية أمريكا للاتفاق الإطاري. أمريكا لما بتيجي تعمل اتفاق اعرف ان في حاجه جايه. هي حاولت ان تغري ايران بانه يمكن ان يكون هناك مكتسبات لو رفعت يدك عن باقي المحور اثناء المعركه القادمه. اوكي،
هذه نقطة مهمة. ما الذي سيحدث؟ طبعا هي حماس قامت بعملية كبيرة طبعا، ولكن هل قادرة على الاستمرار؟ أنا أعتقد أن تدخل حزب الله في المرحلة الحالية من حين لآخر، حتى الآن هو لم يعني يكسر أو يكسر قواعد الاشتباك، هو ضربة تبادل صفعات، ضربة أمام ضربة، ولكن هو يرسل رسائل نارية بأنه إذا تم اجتياح بري، وهذا أعلنه عدد كبير من الحزب، أنه إذا تم اجتياح بري لحماس وشعروا بأن حماس غير قادرة على صد هذا الاجتياح، سيتدخل جبهة حزب الله. هذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. الخطأ الاستراتيجي اللي وقعت فيه إيران، وأنا يعني على دايما عندي تواصل مع كل الأطراف بحكم أن أنا صحفية، أن تقييم إيران للمشهد كان خاطئ، ربما باتفاق مع الروس. الروس أقنعوا الإيرانيين، أو باتفاق، كان هناك اتفاق حتى أثناء زيارة الوفد حماس للقاهرة الأخير، وكان هناك لقاء يعني بيني وبينهم، سألتهم أن هناك اتفاق ما بين روسيا وما بين إيران أن هذا هو الوقت المناسب لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، لأنها مشغولة بالحرب في أوكرانيا وتستعد لعملية أخرى مع تايوان. فالتقييم ده كان خاطئ، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحين الفرصة للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط للقضاء على محور إيران بشكل كامل، لارتداد هذه الحرب على منطقة الخليج، لمعاقبة كل الدول التي وقفت في مربع الحياد الإيجابي في الأزمة الأوكرانية، لرسم النفوذ مرة أخرى على أن تصبح منطقة الشرق الأوسط بأكملها باستثناء مصر، لأن لها دور تاني ما بين إسرائيل الكبرى وما بين المستعمر القديم الذي ينفذ أجندة كاسينجر، الذي قال في عام 2011 أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تحافظ على مقعدها يعني في حكم العالم القطبية الواحدة إلا باحتلال مناطق النفط في منطقة الشرق الأوسط. باختصار، إرسال جيرالد 4 ده أول الغيث. كان هناك إرسال لعدد كبير من أو تعزيز للترسانة الأمريكية لم يركز عليها الإعلام منذ أكثر من 3 أشهر في سوريا، في شمال سوريا وفي الخليج العربي، وهذا كان واضح بشكل كبير، وكان هناك تحركات أمريكية يعني غير معتادة بهذا الشكل في بعض القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية سارعت في دعم إسرائيل وأرسلت هذا السلاح وحاملة الطائرات، وهناك أخرى في الطريق والذخيرة. هذا يؤكد أن الأمر مرتب، لا يعني وجود للمفاجأة فيما وقع في منطقة الشرق الأوسط، وكان متوقع أن يحدث منذ أكثر من شهرين، ربما هناك ترتيبات أخرى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تحاول تفجير منطقة الشرق الأوسط وحتى في دول إفريقيا لإعادة رسم النفوذ، مستغلة أن روسيا منشغلة في أمرها، الصين قناعتهم لن يعني لن يدافعوا عن أحد في أي منطقة في العالم. ولكن هناك نقطة هامة، أن الخطأ الاستراتيجي هو أن إيران كانت تعتقد بأن فتح جبهة أوكرانيا سيعرقل الولايات المتحدة الأمريكية عن إقامة حرب في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تشعر بعد التصعيد الأول في 7 أكتوبر من حماس أن كان هناك تراجع مرحلي لتدارك أن العالم مجهز لهذه الحرب. يعني أنا شعرت بالصدمة من إيران ومن حزب الله، يعني كان مفاجئ رد الفعل الأمريكي، لأن أنا في قناعتي أن أمريكا كانت مستعدة وجاهزة لهذا الموقف. طيب، يبقى قلت لي بقى، إذن هرجع لك على مسألة ومصر. مصر طبعا هو في برضو في قناعات، أنت دلوقتي مصر بتواجه تحديين أو قوتين، إسرائيل لوحدها وفكرة إسرائيل الكبرى، والغرب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحديدا. إسرائيل هي عندها حلم من النيل للفرات. أولا تبدأ بإسرائيل الكبرى اللي هي هتبقى كل الأراضي الفلسطينية من قطاع غزة للأراضي المحتلة للقدس، ده بيتطلب منها مرحلة أولى تهجير قطاع غزة، سكان قطاع غزة إلى وطن بديل في سيناء، وتهجير سكان الضفة إلى الأردن تحديدا في منطقة البتراء على ما أتذكر يعني، والتوسع في جنوب لبنان، والتوسع فيما بعد إلى الجولان بعد الحرب الشاملة اللي هتحدث في منطقة الشرق الأوسط، وهي ستكون فيها خسائر كبيرة. شاملة؟ لأن يعني للأسف الحرب على محور إيران، في استراتيجية لإيران، هتبدأ الحرب ما بين حزب الله وما بين من سوريا ومن حزب الله ومن حماس مع إسرائيل. هتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها في سوريا وفي حزب الله أن تتولاهم، على أساس أن إسرائيل تتولى وحدها حماس. إيران بقى هتشعر في الوقت ده أن الخطر يهددها طبعا، هتبدأ تحرك الحوثي. ليه بقى؟
لأن إيران لو ضربت إسرائيل مباشر، هي تعلم أن الحرب الشاملة طالت أم قصرت سيتنتهي إيران بكل أضرارها. أنت تحارب القوى العظمى مجتمعة، روسيا لن تأتي لمحاربة أمريكا من أجل إيران، ولن تدير الصين ظهرها أو وجهها للشرق، قد تستغل هذه الفرصة للانقضاض على تايوان، وهذه نقطة مهمة. معروف أن الصين لا تتدخل في أي نزاع عسكري على مستوى العالم حتى ولو كان يضر بحلفائها وشركائها الاستراتيجيين، هي أنا بعيدة عن أي نزاعات عسكرية. وروسي مستفيد. لماذا؟ حين يتم تخييرك أنت كمصري ما بين مجالك الحيوي ولا نفوذك، تختار إيه؟ مجال الحيوي. هو ده اللي هتعمله روسيا، هتنهي وتحسم أوكرانيا بشكل كبير، لأنها تعلم القادم بشكل يعني مش هتتفاجئ. و يعني في هذه النقطة هي أمريكا بتلعب على فكرة تغيير نظام الحكم في سوريا، لأن التواجد الروسي في سوريا بناء على طلب رسمي من بشار الأسد والحكومة الشرعية. انتزعت انت الشرعية من مكانها، وبعد ما نتفق بقى في سوريا على رئيس جديد وشوف مين هيتفق، الخليجيين هيتفقوا مع الإيرانيين، خلاص دخلت في فوضى. كل اللي هيقدر ياخد قطعة ياخدها، يعني التركي هيدخل، الكردي هيدخل، الأردني ممكن يتوسع لحماية حدوده خاصة إن هو مهدد بشكل كبير. هو ده ما تحاول أمريكا فعله. أنا أعتقد أن الروسي يعني الروسي والصيني مستفيدين، ومش محدش هيجي يحارب بدالك. النقطة المفصلية حاليا اللي مفروض نعمل عليها كلنا لو عايزين إن يعني نقطر الحرب، نقلل الخسائر، نحيد، إن يكون في تواصل مباشر على مستوى الزعماء ما بين مصر وما بين السعودية وما بين إيران لتلجيم الحوثي، وأن تكون الدول العربية بعيدة كل البعد عن التحركات الأمريكية. الكل يعلم النوايا الأمريكية بالمناسبة ليست مفاجئة، والكل يخشى نتائج هذه الحرب، ولكن إيران غير مضمونة. في وقت ما لو ضربت إسرائيل مباشرة هيقضى عليها، فبالتالي هي عايزة تفاوض، هي مش عايزة حرب شاملة، وده رأي حزب الله. حرب تفاوض يعني أنا أضغط على حلفائك المقربين لأزمة، لإحداث أزمة نفط، أزمة اقتصاد، فبالتالي نجلس للتفاوض، وقد يكون ده في مرحلة متأخرة. الأمريكان فعلا في وقت سابق جدا قالوا بمنتهى الوضوح في منتصف الأزمة الروسية الأوكرانية أو الحرب الروسية الأوكرانية، قالوا أنه الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بعقاب كل من لم يقف بجانبنا. يعني أمريكا تشبه البلطجي اللي مش هتقدر تقنعه بالعقل تقنعه بالعضلات. دي نقطة مهمة، وهي بتلعب على أن هي نشرت فتنة ما بين الدول العربية الكبرى وغزتها، وفي أطراف ساعت لده. تقدر تحجم الولايات المتحدة الأمريكية بطرق كتيرة، ما احنا قدرنا نحجمها في 73. يعني ده نقطة، ولكن يتوقف على التوافق التام ما بين مصر والسعودية، وان انت تكسب إيران في المرحلة دي، لان اللي هيخلط الأوراق الحوثي، دي فرصتك النهائية. لان بعد كده انت كمصر حتى لو قدرنا نعمل كل حاجة، قدرنا نحمي الحدود، قدرنا ما ندخلش سكان قطاع غزة الى اراضي سيناء، انت هتبقى في منطقة فيها اسرائيل وميليشيات ما بين طائفية وما بين عرقية وما بين قبائل عربية حواليك من كل الاتجاهات، غير ان الامريكي بقى في شرق المتوسط، ودي نقطة مهمة، ودي مشكلة ومصيبة. طب انا استأذنك هطلع فاصل وارجع بعد الفاصل، هفهم، عايز افهم منك اكتر مسألة استبدال التراب الوطني اللي البعض بيحاول ان هو. انا هقول لك نقطه بس قبل ما ننساها، ان من اهم اسباب احتلال منطقه الشرق الاوسط استعمار تقليدي اللي قالها كاسنجر. لينس جرهام السناتور الامريكي اتكلم من فتره، قال لنا، قال للامريكان احنا مش هنروح نحارب الصين، احنا نحتل نسيطر على مناطق النفط في الشرق الاوسط، الصين بتاخد 65% من النفط من ايران والسعوديه، نمنعه فبالتالي ايران الصين هتسقط داخليا اقتصاديا. الموضوع أكبر من تصورات أغلبنا. خلونا نروح للفاصل ونرجع مرة تانية مع الكاتبة والباحثة المتخصصة في الشؤون أو القضايا الإقليمية والعربية الأستاذة هند الضاوي، لو سمحتوا استنونا. طيب أهلا بكم، المناقشة كانت ثرية جدا بصراحة في الفاصل، وكل الترحيب بضيفتنا العزيزة الكاتبة والباحثة المتخصصة في الشؤون العربية والدولية الأستاذة هند الضاوي. وهرجع على أدي المجة وكده سهلة دي. طيب وهرجع هنا على مسألة مهمة جدا، مسألة استبدالات التراب الوطني اللي أنا ما بفهمهاش.
ومسألة إنه طيب ما هو أهالينا الفلسطينيين يجوا يقعدوا معانا في، يعني دي كلها تصورات إخوانية لكن على ما يبدو أن هناك دفعا قائما على ذلك. تصريحات بلينكن الحقيقة أنا أشوفها كارثية. ما هي أمريكا نفس فكرة قيامها، فكرة قيام إسرائيل، ناس ما تعرفش جم منين، دخلوا بلد أخدوها، عملوا معاهدة سلام مع السكان الأصليين، ده قتلوا وبعدين سموهم وقتلوهم وقضوا عليهم. فبالتالي فكرة إنك تقنع الأمريكي يعني إيه تراب الوطن، هو أصلا جاي من الشتات حوالين العالم زيه زي الإسرائيلي. وبالمناسبة في بعض العقائد تحديدا عند اليهود دينيا هو مش مفروض يعمل معاك أنت من خارج دينه اتفاق ويلتزم بيه، ودي نقطة مفصلية. فأمريكا عندها مخطط، أمريكا هنوصل لمرحلة الحرب العالمية الثالثة، وأنا بقولها هتتم على مراحل مراحل، يعني مش حرب واحدة، مش الناس زي ما هي متوقعة إن هي حرب ما بين الصين وأمريكا والكوكب هيقفل، لا، هي هتبقى أجزاء كتير. الفيصل الحرب النهائية اللي في ناس مش بتصدقها اللي هي هيرماجدون الحرب الكبرى، بعد لا دي آخر فصل في الحرب، بعد ما تكون القوى الكبرى قضت على بعضها هيفضل حرب المصريين واليهود والروم في هيرماجدون أو مدينة يعني جبل مجدون في فلسطين. فهو عاجلا أم آجلا لازم يقضي عليك قبل ما يوصل للمرحلة دي. ليه برضو؟ لأنه قناعته أن الحرب العالمية الثالثة بدأت من 2022، الآخر مرحلة فيها اللي أنا بحكي لك عليها دي 2027، ولذلك أسوأ مرحلة هتمر على منطقة الشرق الأوسط هتكون من 2023 ل 2025، مش في صالحنا خالص، لا عرب ولا بشكل خاص ولا مسلمين بشكل عام. من 25 ل 27 بتاعتنا، بتاعت المصريين، ودي نقطة نقطة. لأن هيحصل تطورات فهتوصل المرحلة أنك هتحارب إسرائيل ولازم تستعد لده، قادمة لا ريب فيها، لا شك لا شك إطلاقا. أنت في النهاية أنت بتخش في صراعات جانبية ملهاش أي لازمة، إحنا أحسن دولة وإحنا أفضل دولة وإحنا أم الدنيا وإحنا كلام من ده، بس في النهاية الدنيا هتخرب ومفيش حد غيرك مهيئ للعملية دي. ده تاريخيا بقى احنا بيحصل ده كل مرحله، يعني احنا في مراحل فاصله كده في التاريخ. فانت بتتهيأ ازاي؟ يعني شعبيا، ودي نقطه مهمه، لانه في عز الحرب هيشتغل عليك من جوه، هيشتغل عليك من الحدود بشكل كبير، هو لازم يدوشك، لازم يحاول يفككك. امريكا عندها استراتيجيه من بعد الحروب اللي هي زي العراق وغيرها، امريكا مش هتحارب دوله قويه، مستحيل. دوله حتى لحد امبارح هي بتقول لك مفيش عندي دليل ان ايران اللي حركت حماس، وهي متاكده. لا مستحيل. هي هتعمل ايه؟ تضعفك، تشد اضرافك، تنتهكك، تفككك من الداخل، مؤسساتك تنهار، تسلط عليك بقى ميليشيات، جماعات، تحرك الشارع عليك، عشان لما تيجي مرحله اللي هي هتحاربك هتنقض عليك تكون انت اصلا ما فيكش يعني عندكش قدره تقف، فكتك من الداخل. هي دي. فهي امريكا مش عايزه تحارب مصر، رغم برضو ان في بعض يعني في حاجات تاريخيه كتير او حاجات دينيه او روايات دينيه لازم نرجع لها في التوقيت ده لانها مهمه جدا. فكره ان العالم ينتظر المخلص، ايران تحركاتها حاليا في الشام هي منتظره المخلص بتاعها، نتنياهو قلبا وقالبا اذا ركزت في تصريحاتهم هم منتظرين المخلص. معظم مشاريعهم بتقف عندك انت بقى، انت المصري اللي هتعمل مشاكل، ما انت صاحب العرب، سر الاسرار قدس الاقداس، فانت الصخره التي تتحطم عليها احلام الغزاة. احلام الغزاة. طيب يمكن احنا لازم نتقابل تاني الاسبوع الجاي ان شاء الله لو كلنا العمر، لان لسه الكلام ما خلصش، وانا مهم عندي جدا ان انا افهم طيب التحركات بتاعتنا او احنا سيناريوهاتنا تبقى عامله ازاي. مصر ده نقطه. النقطه الثانيه احنا بنتكلم على العواصم العربيه الكبرى، هنعمل ايه؟ هنشتغل مع بعض ولا هنفضل طول الوقت في حاله الشرذمه والتفتت؟ يعني لو ما بقاش بقى تفتت ايديولوجي، بقينا كمان منقسمين على خطواتنا القادمه فيما هو متعلق بمصالحنا الذاتيه وكمان مصالح المنطقه، وده شيء مؤلم جدا. الاهم حاليا ونقطه هامه، فكره ان الشعب المصري ما ينسقش وراء الاستفزازات الاعلاميه الاسرائيليه ويتعظ من هذا الامر ويكون
دايما البيانات الرسميه وتحديدا بيانات القوات المسلحه هي الاساس ولا صح. مجال للنقاش. دي نقطه هامه. لو تابعت كل المحللين والاعلاميين الاسرائيليين الناطقين بالعربيه منذ بدء الحرب تاركين غزه وبيشتغلوا على مصر. فلازم ننتبه للنقطه دي ولا نمارس الضغط الشعبي على القياده السياسيه حتى تستطيع الدوله التحرك باريحيه. هذه نقطة مفصلية لابد أن يتكلم عنها الإعلام المصري، عدم الانسياق وراء الاستفزازات، لأن آلية الإعلام الإسرائيلية تعمل على قدم وساق ضد المصريين أكثر من فلسطين طبعا. لأنها تخشى من ردة فعل الشعب المصري والدولة المصرية. يا مسهل الحال، أنا عايز أشكرك جدا 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 على تلبية دعوتنا النهاردة وعلى هذا العرض الرائع الحقيقة والتحليل المهم جدا للمرحلة الراهنة ومحتملات لسيناريوهات مقبلة. لكن للأسف وقت الحلقة فعلا خلص للأسف الشديد. كريم رمزي يكون داخل معاكم كمان شوية، أما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم إن شاء الله في نفس الميعاد الأسبوع اللي جاي يعني على يوم السبت وبرنامجكم التاسعة. سلامات.